لو الحكايه فيها ان فيتو دي يعني فيروز دي كانت امها تطلع من هنا تطلع في الشارع على طول. كانت امها تنزل تلاقيهم نايمين، امها تمشي تلاقيهم في ثواني تلاقيهم طلعوا معاها. بس ما شفتش الاب ساعه القبض عليه الاب والبنت ساعه القبض عليهم شفتهم كانوا بيقولوا ايه بقى؟ دخلت عليها ماشي اول واحد طلع في لما ظبطت دخلت عليها فبقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ بتقول لي انت مالك يا امي ولا امك؟ بقول لها ايه؟ فجيت ما رضيتش بقى ازعق بقى ولا من جد جيب يقول لي طب احنا نجيب دكتور ونجيب ندفنها وما اعرفش ايه ونجيب عربيه اسعاف. ما حدش فعلنا الهاوي في الكلام وبعد كده بقى خلاص بقى قلنا له ماشي ماشي وبعد كده نزلنا تحت طلبنا الحكومه. بس هو كان بيحاول يهديكوا يعني ان هي ماتت لوحدها ده اول ما دخلنا فبنقول له ايه بقى الموضوع مش عايز برضه ايه يقول. واقف مش على بعض ماشي جينا فبنكلمه واقف مش عمال يرتعش ومش يعني منظره كان يعني حسابه كانت سايبه خالص الوقت ده. في